رحلة العودة والمصالحة تبدأ بالتوبة الصادقة. هكذا يمكن تلخيص الزيارة التاريخية لبابا الفاتيكان فرانسيس إلى كندا، والتي استغرقت 6 أيام في رحلة تكفير عن الذنب كما وصفها. رحلة جاءت لإسدال الستار على فصل مؤلم من تاريخ المدارس الداخلية لأطفال السكان الأصليين، وللاعتذار عن الدور الذي لعبته الكنيسة الكاثوليكية فيما يتعلق بانتهاكات ارتكبت في حق هؤلاء. هذه الزيارة التي خصصها الحبر الأعظم في المقام الأول للسكان الأصليين، والتي شملت 3 محطات في جميع أنحاء البلاد، كانت فرصة عبر فيها البابا عن حزنه وقدم اعتذاره عن إنشاء هذه المدارس التي أقيمت لقتل الهندي في قلب الطفل، في إشارة إلى الممارسات التي قام بها العديد من المسيحيين، من بينهم بعض الأعضاء في المعاهد الدينية، والتي ترقى إلى إبادة ثقافية. ويعتقد أن آلاف الأطفال من السكان الأصليين فصلوا بين أواخر القرن 19 والقرن 20 عن عائلاتهم وثقافتهم، وأجبروا على الالتحاق بمدارس داخلية في أنحاء كندا في إطار سياسات حكومية تهدف إلى الدمج القسري، نظام دمج ثقافي تسبب في وفاة 6000 شخص على الأقل بسبب العنف والمرض وسوء التغذية والإهمال، وأحدث صدمة استمرت على مر أجيال. صدمة يأمل البعض أن تخففها الزيارة البابوية للأراضي الكندية.